بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف أهم المواقع الأجنبية اللي بتدي كورس محترم وقوي وفي نفس الوقت مجاني وفي نفس الوقت ببلاش، يعني كل اللي أنت عايزه موجود في سندوتش كومبو ببلاش، تمام؟ طيب، أول حاجة معانا openlearning.com، ده موقع قوي جدا، فيه كورسات كتيرة. لو كتبت مثلا ريفيت أو نفس وركس، أنا عامل كذا كورس على الموقع دوت، فيه كورسات كتيرة من كذا جامعة. هتلاقي مثلا عامل كورس هو عن ريفت اركتكشر وريفت ام اي بي، وبرده في كورس لنفس وركس، وبتشترك وتخلص الكورس وتاخد الشهاده، تمام؟ بدون اي مقابل. في برده بعد كده اودومي، ده فيه كورسات كتيره جدا وقويه جدا في جميع الحاجات اللي ممكن تخطر على بالك، في الديزاين، في الماركتنج، في الميوزك، في الاي تي سوفت وير، في البيزنس ديفلوبمنت، زي ما انت عايز. في حاجات كتيرة جدا بفلوس، في حاجات كتيرة ببلاش. خليك في الحاجات اللي هي ببلاش، تمام؟ لأن فرق الدولار هيبقى صعب جدا. انت لو عملت سيرش ممكن تعمل تقول له انا عايز الفلتر بالكورسات اللي هي ببلاش. والكورسات اللي هي بفلوس، في كل شوية بينزلوا زي كوبونات، يعني في مواقع متخصصة يقول لك ايه، في كوبون الكورس ده ببلاش، او الكورس اللي هو مثلا ب 400 دولار هينزل النهارده ب 1 دولار. وفي بعض المسابقات يقول لك ايه، ادفع 10 دولار وخد كل الكورسات اللي تقدر تاخدها، تشترك مجرد ان انت تشترك فيها وفي اي وقت تبقى فاضي تتابع فيها زي ما انت عايز. بعد كده في موقع اسمه ايدكس، ده من المواقع القوية جدا، في كورسات كتيرة جدا ببلاش. ولو انت عايز الشهادة بيديك، بتدفع مبلغ بسيط من المال. لو مش عايز تدفع بتدخل تقول له انا من مصر، تمام؟ فقول له احنا فقراء قوي، في حاجة اسمها المعونة. فلو انت قلت له ان انا دخلي قليل فهو بيروح قايل لك خلاص خد الكورس ببلاش، انا مصدقك، ما بيطلبش اي اثباتات ولا حاجه خالص. وانا عملتها كذا مره وخدت كذا شهاده من كذا جامعه، زي ما انت شايف في جامعات كتيره جدا مشهورين بتحط كورسات هنا وتتعلم على يد دكاتره الجامعه وعلى يد ناس محترم جدا وكفاءات جدا، وتتعلم حاجات كتير جدا في البرمجه، في العلوم، في الاداره، في كل حاجه ممكن تخطر على بالك. بعد كده جامعة MIT، دي من أشهر الجامعات في أمريكا، حتى الكورسات بتاعتها ببلاش وتقدر تدخل تحضر كأنك طالب في الجامعة زي ما أنت عايز. موقع منتخب الضرير من المواقع العربية كويسة جدا، الكورسات بالعربي وفلسفات كتيرة جدا منها، في حاجات كتيرة جدا، علوم لغوية، في محاسبة، في تربية، علوم طبية. والميزة إن هي بتبقى أغلبها أونلاين، فتقدر تسأل المحاضر أي أسئلة عندك. اتش بي لايف عاملة محاضرات برضو تقدر تشوفها، في الإدارة، في التواصل، في التعامل مع الآخرين، في علوم كتير جدا. الموقع ده من أهم المواقع، ويمكن هو فكرته الأول خالص، خان أكاديمي. ده واحد اسمه سلمان خان، كان بيشرح لواحدة قريبته محاضرة، وبعد كده عجبها الأسلوب فقالت لناس كتيرة، فبدأ كتير يقولوا اشرح لنا، فبدأ يحط الحاجات اونلاين، فبدأ ناس كتيرة تستفاد، ويمكن دي بداية فكرة الموك، تمام؟ هتلاقي المحاضرات كتيرة ظريفة ولطيفة، ويسألك أسئلة من خلالها تتعلم أنت الإجابة على كل الحاجات اللي ممكن تتعلمها وتستفاد منها. في موقع أليسون، ده بيدي كورسات كتيرة جدا، ويعني المحاضرات كلها ببلاش، ولو أنت عايز شهادة بيبقى بتدفع مبلغ من المال. وممكن تقول له لا انا مش عايز شهاده، وتسمع المحاضرات وتستفاد وكل حاجه، وفي الاخر بتاخد ورقه مثلا ايه الكورسات اللي انت خلصتها وتحطها عندك في حسابك على لينكد ان. ده موقع تبع مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي، تقدر تتعلم فيها البرمجه، تتعلم برمجه الموبايلات، بتعلم قواعد البيانات، ازاي تبرمج ويب زي ما انت عايز، وكل التعليم ده ببلاش. هم بيستفادوا ان انت بعد كده تشتغل في شركه، تقول للشركه انا عارف البرامج دي، اشتروا السوفت وير دوت. موقع كورسيرا، ده من اقوى المواقع في الموك، بتلاقي فيه كورسات قويه جدا، وبرده ممكن لو في شهاده عايزها وبفلوس تقول له انا من مصر، او يعني مش هقدر ادفع لان فرق الدولار وكذا كده، او انا داخل كذا، فهيقول لك احنا مصدقينك ويروح مديك الشهاده ببلاش، تمام؟ دي اهم المواقع، اتمنى ان احنا نستغل وقتنا ونسيبنا من الهري بتاع فيسبوك ونبدا نتعلم في الحاجات ديت.